السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في مطبخ سلسبيل، تقبل الله صيامكم وقيامكم. أترككم الآن مع مائدة ثالث يوم من رمضان. بالنسبة لمائدة اليوم، طبعا ككل يوم الحليب والتمر فرقوا بهم الصوم. عملنا سلطة البطاطا والجزر والطون والمايس، وزوقناها بالبيض المسلوق والزيتون الأسود. عملنا الرز اللبناني، هذه بغيوش مالحين زيناهم بالزيتون الأسود. الشوربة عملنا شوربة الخضار، عملنا صدر الديك الرومي مشوي، عملناه في السياخ. بالنسبه للطبق الرئيسي عملنا الجلبان بالبيض، سما في تلمسان بالمختر. اما العصير، عصير الجزر والليمون. هذه هي مائده اليوم. ومع القهوة اليوم حضرت ميلفاي، انطاق صغيرة تاع الميلفاي. والديسير حضرت، عملت بيسكوي من تحت كان تبقى لي لاكريم موسلين، وعملت الفواكه في الوسط وزينتها بحبة من الكرز وهذه الحلوى، وعملت ديكوجيل شوكولا. هذا هو بالنسبة للديسير تاع اليوم، وبالنسبة للكاطو اللي نتناوله مع القهوة اليوم. هذه هي مائدة اليوم. أتمنى مائدة اليوم تعجبكم، والآن أترككم مع البقالة، وفي الغد إن شاء الله مع مائدة جديدة. سلام البنات، قعدت عليكم وسلام البنات، سلام عليكم صافي دي فوا دروك نقول لكم سالو البنات. الكوغاي لاباس، ما شاف اليوم لا جاكم معار ولا سهل، نتمنى يكون جاكم اليوم سهل بزاف بزاف وما جاتكمش السخانة. اليوم ما شاف لك كانت السخانة السخانة، كل واحد ولايته. البقالة تاع اليوم ملغي ما فهمتهاش، بصح شابة بلي تعجبكم نتوما، ما فهمتهاش انا بصح بلي شابة فيها حاجة مليحة. يسمعوا وما تنساوش كما توجور تنيو وتعقدوا. قالوا نقتلوك وفبير نغبروك، قلت لهم انا شجرة حب الملوك، واللي يحب الشوك يدنا عليا. انا كنت فيها حب الملوك، ودا كنحب حب الملوك، عجبتني بزاف عليها، حسبت مليحة ودرتها لكم اليوم. اللي ما فهمش كلمة يدنا عليا هي كهزلي، هي قال لي ما يقولها ديرين بزاف، هاد المسنين وهراني ما نقولوهاش. يا باي باي، ما تنساوش تعملوا لايك سبسكرايب شير مع الاصدقاء. يا باي باي، غدا ان شاء الله نتمنى غدا ما يكونش اليوم يجيكم سهل، وتصوموا غاية الغايه وتفطروا غاية الغايه وتخدموا الميضه لماما مجدتها لكم. يا باي باي.